أهلا بكم في نشرة السادسة من قناة النادي الأهلي. وإلى العناوين: طاهر يشيد بإدارة الإعلام، 24 لاعب في القائمة الأفريقية للأهلي، والمنتخب يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مالي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أبدى المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سعادته باحتلال الموقع الرسمي للنادي المركز 11 بين مواقع أندية العالم في إنجاز جديد وفريد يليق بمكانة النادي الأهلي وبحجم تاريخه وإنجازاته وبطولاته. وشدد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على أن جمهور الأهلي هو الشريك الدائم والأساسي في كل النجاحات والإنجازات والتي يحققها النادي في جميع المجالات، وأن متابعته لأخبار الأهلي على الموقع الرسمي وصل إلى أكثر من 5 ملايين زائر شهرياً. وقال طاهر خلال احتفاله بقطاع الإعلام في حضور كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي وعماد وحيد ومهند مجدي ومروان هشام أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى محمد أيمن رئيس قطاع الديجيتال بشركة صلة إن التقدم الملحوظ والذي شهده الموقع الرسمي خلال العام الماضي جاء نتيجة جهد وتخطيط كبير من قبل القائمين على قطاع الإعلام برئاسة الدكتور ياسر أيوب. وأثنى رئيس النادي الأهلي على مجهود كل العاملين في قطاع الإعلام مشيدا بحرصهم على التحلي بالموضوعية والمصداقية في تغطية كل الأحداث المتعلقة بالنادي. واختتم طاهر تصريحاته بالتأكيد على دعم مجلس إدارة الأهلي لقطاع الإعلام حتى يحافظ على هذا النجاح ويصل إلى أعلى المراكز على المستويات كافة سواء المحلية أو القارية أو العالمية. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر منح مكافأة خاصة للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، وذلك بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية. جاء قرار تكريم فريق السلة خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد أمس الأحد في فرع النادي بالجزيرة، ويشار إلى أن النادي الأهلي قد نظم البطولة الأفريقية خلال شهر ديسمبر الماضي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة. أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قائمة الفريق الأفريقية والتي ستشارك في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وشهدت القائمة قيد 24 لاعب هم شريف إكرامي، أحمد عادل، محمد الشناوي، سعد الدين سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد حجازي، أحمد فتحي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، علي معلول، حسام عاشور، حسام غالي، عمرو السلية، صالح جمعة، وعبد الله السعيد، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وعماد متعب، ومروان محسن، وعمرو جمال، وكريم ندفد. وخرج من القائمة كل من مسعد عوض، وباسم علي، ومحمد حمدي زكي، وميدو جابر، وأكرم توفيق، وجون أنطوي. قام رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنزع المثبت الخاص بقدمه أمس الأحد للبدء في المرحلة الأولى للتأهيل والعلاج الطبيعي. ويعاني ربيعة من جزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل تعرض له في إحدى تدريبات الفريق، وهو ما أبعده عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية. ومن جانبه قال الدكتور أيمن الشربيني طبيب الفريق أن اللاعب يبدأ اليوم البرنامج التأهيلي الخاص بالإصابة في الجيمنازيوم ولمدة 3 أسابيع متتالية حتى ينتظم مجددا في التدريبات الجماعية. قال الدكتور أيمن
لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حسام غالي لاعب وسط الفريق خضع لاختبار طبي في ميران الفريق عصر اليوم لمعرفة مدى إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمه. وعانى غالي من إجهاد في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية على مدار يومين الماضيين، وتحسم نتيجة الاختبار موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بعد أن خاض فقرات تأهيل بدني مؤخرا. يعود باسم علي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أسبوع من الآن، حيث فضل الجهاز الطبي عدم التعجل في الدفع به في التدريبات الجماعية. وقال الدكتور أيمن الشربيني طبيب الفريق إن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية قبل السفر لمعسكر الفريق المقبل استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك. ويعاني باسم علي من جزع في مفصل الركبة، فيما يخضع حاليا للفترة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل. أجل النادي الأهلي التعاقد مع محمد فخري صانع ألعاب فريق غزل المحلة إلى نهاية الموسم الجاري لوجود رغبة من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في التعاقد مع لاعب أفريقي في هذا المركز خلال يناير الجاري. ورغم الجدية والتي شهدتها المفاوضات مع الأهلي مع اللاعب في بادئ الأمر، إلا أنها توقفت تماما في الوقت الحالي ليتم تأجيل هذا الملف حتى حلول الصيف القادم. كان فخري طلب من مسؤولي الأهلي البت النهائي في مصيره سواء بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية من عدمه، خاصة بعد تلقيه عرضا من الزمالك للحصول على جهوده لما يقدمه من مستويات جيدة مع فريقه. شوف الرواية، ادي راسية نجيب، كرة لا تصد ولا ترد. علشان يخوض غدا فريق ناشئي الأهلي مواليد 99 مباراة مهمة أمام المقاولون العرب في إطار منافسات بطولة الجمهورية للناشئين. تقام المباراة الساعة 2:30 عصرا على ملعب المقاولون العرب، ويدخل الأهلي اللقاء بقيادة المدير الفني محمد سعد من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل مواصلة مشوار الصعود لدوري السوبر بالجمهورية. أخطر اتحاد الكرة النادي الأهلي بتفاصيل مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والمقرر لها يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات. وتقرر أن تتحمل الشركة المنظمة للمباراة إقامة 40 فرد لبعثة الأهلي ولمدة 3 ليالي بجانب تذاكر الطيران، كما تتحمل الشركة أيضا تكاليف ملاعب التدريب والتنقل والتأشيرات وحفل عشاء للفريقين. وسبق أن أرسل مجلس إدارة الأهلي خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه تحديد الجوانب التسويقية للسوبر. ويذكر أيضا أن الأهلي يسافر إلى الإمارات أحد أيام 26 أو 27 أو 28 من يناير الجاري لإقامة معسكر هناك يخوض خلاله مباراة ودية استعدادا للسوبر. يخوض المنتخب الوطني ميرانه الأساسي والنهائي على الملعب الفرعي لبورت جنتل استعدادا لمواجهة منتخب مالي في 9 مساء غدا الثلاثاء. كانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا قد قررت نقل تدريب المنتخب إلى الملعب الفرعي بدلا من الرئيسي، واستقر المدير الفني الأرجنتيني هكتور كوبر على تشكيل المباراة بشكل نهائي بعدما أن أكد أنه لن يقوم بأي تغييرات على التشكيل الأساسي. على جانب آخر، أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر ومالي عن خوض الفراعنة المواجهة بزي التقليدي الأحمر والأبيض والأسود. حضر الاجتماع الجهاز الإداري بقيادة إيهاب لهيطة ومراقبي المباراة والحكام.
يعقد الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول مؤتمرا صحفيا في 9 من مساء اليوم الاثنين بالملعب الفرعي لستاد بورت جنتل الجابونية للحديث عن مباراة مصر ومالي والمقرر لها 9 مساء غد في بداية مشوار الفراعنة بأمم أفريقيا. وأوضح إيهاب لهيطم مدير المنتخب أن المؤتمر الصحفي سيحضره هكتور كوبر وعصام الحضري قائد الفريق طبقا للوائح المنظمة للبطولة. وكشف لهيطة أن كوبر والحضري سيتحدثان عن المباراة وجاهزية الفراعنة للمواجهة المرتقبة في حضور جميع وسائل الإعلام. أكد عصام حماد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنادي الأهلي أن المشاركة في بطولة الشعب الودية بالإمارات والتي تقام خلال الفترة من 17 وإلى 27 من يناير الجاري فرصة لتجهيز اللاعبين لاستئناف مسابقة الدوري في شهر فبراير المقبل. وأشار إلى أنه سوف يستغل مباريات الدورة في تجهيز جميع اللاعبين بشكل مناسب، خاصة أن الجهاز الفني يستهدف الاستمرار في العروض القوية والحفاظ على صدارة مسابقة الدوري بعد الفوز بكأس الاتحاد مؤخرا بدون اللاعبين الدوليين. وتسافر بعثة الفريق اليوم إلى الإمارات للمشاركة في الدورة والتي تشارك بها أندية الأهلي والزمالك والمنتخب الإماراتي والشعب والشرق الإماراتيان والعربي القطري والمجمع البترولي الجزائري وأحد الأندية المجرية. يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة ودية غدا الثلاثاء مع فريق مصر للتأمين على صالة النادي بالجزيرة استعدادا لمباراة السكة الحديد والمقرر لها الجمعة المقبل في كاس مصر، وأيضا استعدادا لمباراة الجزيرة في نهائي بطولة منطقة القاهرة والمقرر لها السبت القادم. وأكد الكابتن طارق خيري المدير الفني للفريق جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباريات باستثناء شريف الدياسطي لاعب الفريق والذي يعاني من الإصابة في الركبة. وشدد خيري أيضا على أن الفريق لن يفرط في أي مباراة بعد أن توج بالبطولة الأفريقية ولقب دوري المرتبط، ويسعى للفوز بكل بطولات الموسم الجاري. يرغب نادي النصر السعودي في الحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهربا مهاجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ورصدت إدارة النصر 5 ملايين دولار مبدئيا لضم اللاعب بداية من الصيف المقبل، وأبدى استعداده لزيادة العرض من أجل ضم كهربا وفقا لما ورد عن صحيفة الشروق السعودية. وانضم كهربا لصفوف اتحاد جدة في الصيف الماضي قادما من الزمالك لمدة عام على سبيل الإعارة. رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي التخلي عن خدمات محمد عبد الشافي ظهير أيسر المنتخب الوطني. وقرر جروس الاستغناء عن ماهر عثمان ورائد الغامدي وريان الموسى وعلي زبيدي وأمير كردي وباسم العطلة لعدم حاجته لهم وفقا لما ورد عن صحيفة الرياض السعودية. وجاء رفض جراس بالتخلي عن خدمات محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفراعنة وعمر السومة واليوناني فيتفا للمحافظة على اللاعبين الأجانب والمميزين في المنافسة على البطولات المحلية والقارية. أصبح محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف روما الإيطالية رابع أغلى لاعب في الدوري الإيطالي وفقا لما ورد عن موقع CIES Football Observatory والخاص بإحصائيات وأرقام اللاعبين. وتصل قيمة صلاح في السوق ل 64.9 مليون يورو، فيما جاء باولو ديبالا لاعب يوفنتوس
في الصدارة ب 113.8 مليون يورو، وجاء غونزالو هيغواين مهاجم اليوفي في المركز الثاني بقيمة 98 مليون يورو. Golan, Dzeko, la sponda per Raja, palla che rimane lì, attenzione, gol! وفي الأخبار العالمية أيضا، قال دييغو فورلان نجم منتخب أوروغواي المعتزل أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني يعد أفضل لاعب في العالم. وأضاف فورلان في تصريحات صحفية: ليونيل ميسي هو أفضل لاعب بالعالم دون شك، هناك لاعبين آخرين مميزين مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وسواريز، لكن ميسي فوق الجميع. يراقب نادي يوفنتوس الإيطالي مانيا دي تشيليو لاعب ميلان لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ينتهي عقد اللاعب مع ميلان في الصيف المقبل، ولم يحدد بعد قرار تجديده مع الفريق، ويجتمع وكيل اللاعب مع إدارة يوفنتوس لبحث التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الشتوية. وأعلن ميلان عبر موقعه الرسمي عدم نيته في التفريط باللاعب خلال هذه الفترة، ويسعى لتجديد عقد اللاعب في أقرب وقت ممكن. وإلى متابعة أخبار النادي الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، ونقرأ في الأهرام: البدري يستقر على 24 لاعب في القائمة الأفريقية ويستبعد باسم وجدو وأكرم. ومن المصري اليوم: قائمة الأهلي الأفريقية بلا مفاجآت. من الوطن: الأهلي يرحب بإعارة مسعد عوض. ومن الوفد: الأهلي يرفض إعارة ميدو جابر. من الشروق: الأهلي يعلن جاهزية باسم علي للزمالك. أما في الجول فالأهلي يدرس تأجيل معسكره الخليجي استعدادا للسوبر. من يلا كرة: الأهلي نفاضل بين ثنائي أفريقي لضم أحدهما في يناير. من كورابيا صحيفة إنجليزية: الأهلي صاحب أطول سلسلة عدم هزيمة بعد الحرب العالمية الثانية. ومن يوروسبورت عربية: الأهلي يتمسك بإنهاء صفقة حمودي واتصالات دولية لإنهاء الأزمة. وإلى استعراض تفاعل لاعبي النادي الأهلي على السوشيال ميديا، حيث نشر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال تواجده في تدريبات الفراعنة بالجابون استعدادا لبدء مباريات الأمم الأفريقية. وكتب إكرامي على الصورة: العقبات وجدت لكي نتغلب عليها الحمد لله. وكان إكرامي قد تعرض لإصابة في الميران الأول للمنتخب بالجابون ستبعده عن المشاركة في المباراة الأولى أمام مالي.
وفي ختام نشرتنا الإخبارية مع فقرة زي النهاردة، زي النهاردة في 16 يناير من عام 1978 الأهلي يفوز على البلاستيك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 للدوري العام موسم 1977 و1978. سجل أهداف الأهلي محمود الخطيب من ضربة جزاء في الدقيقة 36، وأضاف جمال عبد الحميد الهدف الثاني في الدقيقة 52. زي النهاردة أيضا في 16 يناير من عام 1981 الأهلي يفوز على المقاولون العرب 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة رقم 19 لبطولة الدوري موسم 1980-1981، وتقدم المقاولون بهدف عن طريق سعد الشيشيني في الدقيقة 48، وبعدها بدقيقة تعادل محمد عباس للأهلي قبل أن يضيف محمود الخطيب هدفين في الدقيقتين 62 و77، واختتم فوزي سكوتي الأهداف بتسجيل الرابع في الدقيقة 79. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة، وإلى أن نلقاكم من جديد دمتم وفي أمان الله.